نسوي دايناميك ستريتشنز يعني اطاله خفيفه وبس هيكون مدتها بين 3 أو 4 دقائق وهذه رح تكفيكم. اوكي سو ليتس ستارت وذ يو. هنبدا بالستريتش كذا شويه تحريك للعضلات شوي شوي نرفع عضلات القلب. اوكي ف 20 سكندز ابغاكي بس تتحركي. اوكي 3 2 1 now get into squat position and do dynamic stretches. زي كذا اثني زي كذا شوفيني من الجنب اثني ومدي الرجلين طبعا لما تمدي الرجلين نزلي شوي ظهرك بس عشان نحمي العضلات. اوكي 3 2 1 and let's go leg curls 1 and 1 شدينا وحاولي نزلي شوي بالرجلين وارفعي رجولك شوي على ورا. هاي ليديا والله I'm so happy you're with me. Are you warmed up still? Now we're gonna do a twisting على جنب يعني لف الخواصر side to side. Okay. عشان نحمي هذه المنطقة بعد. فينا نزيد يدين up and up. عشان نلف العضلات. 4, 3, 2, and 1. Now we're gonna stretch the back. So شدي ظهرك. دخلي صدرك. وشدي ظهرك من ورا. شوي راسك على تحت. Okay. Good. Open chest. Good and then let's go jogging شوي. شايفين قديش بسيط يعني هو بس حركات بسيطة انه ترفع نبضات قلبك بالتدريج وتهيئ عضلاتك للرياضة. تمام حاولي now bring your legs more up عشان نرفع نبضات القلب أكثر. Okay we can add arms up. كمان 10 seconds بعدين نسوي side to side lunges. Okay, dynamic stretch with the legs again side to side, يمين يسار. حاولي قد ما فيك انك تجلسي على الرجل ورجل مستقيمة، حاولي رجلك تصير مرة مستقيمة. And then we can hold it on one side. شدي، سيب الرجلين. Good. And then switch للجهة الثانية. Okay. Back up, back to leg curls. كمان لازم مرة شوي نعمل كارديو and then شوي نعمل stretching. اوكي نيجي نعمل stretch للكوادرسب so hold it ارفعي اي رجل وشديها زي كذا على ورا. اوكي عشان نعمل stretch للعضلة الفخذ الامامية and then switch sides. اوكي good back to jogging let's go jog 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 good. سو شوي بشوي فهمتوا كيف المبدا؟ 3 5 دقائق 10 دقائق ما عندك اي مشكله برضو let's add arms زيد اليدين. Good that's nice 10 more seconds. Okay and then march نزلي شوي شوي نضغط القلب and then فينا نعمل stretch the shoulders hold it شدي الاكتاف انه عضلة الكتف اكثر شيء نستخدمها هيئيها and then roll your shoulders على قدام and then على ورا good I'm ready to start my workout done جاهزين